السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مع محمد وجدي من قناة مولاي السلطان. نتمنى من الله رب العالمين انكم تكونوا كاملين بالصحة والعافية. كما كتعرفوا بلي ان الدبلوماسية المغربية حققت واحد الانتصار كبير جدا. هذا الانتصار هذا باخذ اعتراف الاسباني بوحدة ترابية المملكة المغربية، وانه اسبانيا اعترفت بالطرح المغربي، ورغم ان المغرب لا ينتظر مساومات على الارض ديالو كما خلاها جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. الانتصار الدبلوماسي اللي قدمته المملكة المغربية واللي حقق واحد النجاح كبير واعطى للمغرب واحد القوة يجب على المغاربة ضدها. كاين واحد الوقفة كما قلت لكم اللي نظمتها الجمعية ديال يوسف الزروالي. انا نعرف كثير من الناس اللي عندهم مشاكل مع يوسف الزروالي. غدا المشكل ليس مشكل التماس الإحسان العمومي، غدا يجب على جميع المغاربة الأحرار أن يقفوا جسدا واحد، أن يقفوا تحت الراية الحمراء والنجمة الخضراء. يجب على المملكة، على جميع أخوتنا المغاربة في أرض الوطن أنهم يحضروا إذا كان من المستطاع ديالهم نداء لهم، لأن الأمر لم يعد مسألة التماس إحسان عمومي، لأن قضية الالتماس وقضية شخص يوسف الزروالي هي مسألة داخلية للمملكة المغربية. أما إذا كنت مغربيا تحب الخير للمغرب فغدا تعالى مرحبا بك، لأنه سوف تقام تلك الوقفة غدا، الوقفة تحت شعار الله الوطن الملك. فإذا كنت تدافع ضد التماس الإحسان العمومي وكنت ضد يوسف الزروالي والناس اللي مع يوسف الزروالي كيشوفوك عدو وانت كتشوفهم عدو، غدا لا عداوة بين الإخوة، لأن الراية الحمراء سوف ترفرف في باريس. فأتمنى من الله رب العالمين أن جميع المغاربة يوحدون، من بعدها إن كان هناك اختلاف فالاختلاف يبقى اختلافا داخلي. فانظر إلى جميع الأحزاب الدبلوماسية خارج المملكة المغربية فتكون هناك معارضة للحكومة دائما، ولكن كلهم يسعى إلى خير البلاد. غدا يجب على المغاربة أن يرفعوا رايتهم ويعطوا للعالم قوة بأن المملكة المغربية لم تعد تلك الدولة الضعيفة التي يرى إليها الغرب لأنها دولة هينة، كما قال يعني وزير الخارجية ديالنا ناصر بوريطة، انتهى وقت عقلية الأستاذ والتلميذ. فالله ينصر ملكنا والله يوحدنا. وأتمنى أن هذا الفيديو هذا يتبارطاجا. مرحبا بالخو جميع الناس اللي تابونوا معايا محمد وجدي، كنقول لكم مرحبا بكم، مرحبا غدا لأي مغربي أرواح أخويا، حتى ولو أنت ضد شخص يوسف الزروالي وضد الالتماس الإحسان العمومي وضد جميع الناس اللي غدا غادي يجيو، أرواح أنت كشخص تمثل بلادك، تمثل جواز السفر المغربي التي حملته لك الدولة، وتمثل جنسيتك المغربية، وتمثل غيرتك على الأرض الوطني الوطن ديالك. نحن غدا لا نقول في إنشاء مسيرة خضراء إنسانية للمغفور، ولكن نحن نلبي النداء. المملكة المغربية تحتاج مواطنين مثل الناس اللي غدا غادي يقوموا بهذه الوقفات. انسوا عليكم الخلافات ووحدوا الصف، لأن الله رب العالمين سوف يوحد السماء من فوقنا ويرسلها علينا مدرارة بالخير حتى أن يكون هناك الخير الكبير. شكرا لكم كاملين، بارك الله فيكم. أنا أدعو المغاربة فقط، ماشي انك تغير الرأي ديالك من اجل شخص، ولكن تغير الرأي ديالك باللي ان الوطنية اهم من الخلافات الداخلية. والسلام عليكم ورحمة الله. لا عجبك الفيديو بارتاجي معنا، وبارك الله فيكم كاملين.